اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما أعطيت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، والنجاة من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا إلى جناتك، جنات النعيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة، وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب وحدنا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب وحدنا. إلهنا، زلت بنا الأقدام، وغرقنا في لجج المعاصي والآثام، وإنا مقرون بالإساءة على أنفسنا، نرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين،
وها نحن ببابك واقفون ومن عذابك خائفون ولثوابك مؤمنون نرجو عظيم عفوك وثوابك فارحم خضوعنا اللهم ارحم خضوعنا اللهم اجبر قلوبنا اللهم واختم بالصالحات أعمالنا وعافنا واعف عنا وسامحنا وتجاوز عن سيئاتنا وأبدل سيئاتنا حسنات فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم بيض وجوهنا يوم تسود وجوه العصاة يوم الحسرة والندامة اللهم بيض وجوهنا يوم تسود وجوه العصاة يوم الحسرة والندامة اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا أسيرا إلا أطلقت سراحه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم وها قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا وهذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان وهذا الجهد عليك التكلان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة المجرمين واخذل الكفرة المجرمين اللهم ومن أراد بالإسلام سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره اللهم انصر المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا في فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان اللهم وحد صفوفهم وسدد رميتهم اللهم وحد صفوفهم وسدد رميتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير وصل اللهم وسلم وبارك بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين.